هلا حبايبي، تعالوا وياي خل اخذكم جولة داخل اروقة شركة ألتون. مستعدين؟ اول شي خل اعرفكم عن نفسي، انا دلال اللي جاي احكي وياكم هسه، راح اعرفكم على الشركة. هلا، خلي اخذكم اول بداية جولة حول باترينات اجهزة الاندرويد من جميع الشركات. او هذا عباس مسؤول قسم الاكسسوار، هو وقاص موجود بالشركة دائما، يمتى ما تروحون راح تلقونه موجود، راح يساعدكم بهواي اشياء. ومستمرين وياكم ناخذ جولة سريعة حول قسم الاكسسوار. قسم الاكسسوار عندنا قسم جدا كبير غني عن التعريف، كل ما تحتاجونه من كفرات، شاحنات، بطاريات، وايضا هواي هواي اشياء مستحيل اقدر اعبرها لكم الا من تجون وتشوفونها. مستمرين داخل قسم الاكسسوار، وهذا قسم الباندات مال الساعات لجميع الشركات، اي باند تحتاجونه لاي شركة راح تلقونه موجود. مستمرين وياكم وجولتنا لم تنتهي الى حد الان. هنا راح تكون عندنا ستاندات السيارة واكسسوار السيارة، يعني ايش تحتاجونه يخص السيارة من ستاندات واكسسوار راح يكون موجود عندنا. حبايبي مستمرة وياكم والجولة لم تنتهي بعد. هنا راح يكون قسم المحاسبة والبيع المباشر للشركة مالتنا. تعالوا خلينا ناخذ جولة سريعة حول أجهزة السامسونج لعشاق السامسونج. كل الأجهزة الجديدة راح تكون موجودة ومعروضة على هذه الطاولة. لمحبين سماعات الجي بي ال وأجهزة هوا وحاسباتها، هنا راح تكون كلها معروضة هنا من حاسبات وأكسسوار هواوي. هذا قسم الصيانة لجميع أجهزة الموبايل. هاي الشركة مالتنا، وأهلا وسهلا بالجميع.